الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من عاصمة الخبر، أهلا بكم. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن بلاده في حاجة إلى طائرات مقاتلة لحماية الأراضي الأوكرانية. وأضاف زيلينسكي أن أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات هي وحدها القادرة على ردع العدوان الروسي على حد وصفه. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي بمسيرات إيرانية الصنع، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 من العاملين بخدمة الطوارئ الحكومية. وحول المعارك الدائرة في بخموت، أعلن زيلينسكي أن الوضع يزداد صعوبة وتعقيدا في المدينة. وعلى صعيد متصل، ذكرت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك أن محور بخموت يشهد تغييرات كبيرة جدا، وأكدت أن الظروف مواتية حاليا لإحكام الطوق على القوات الأوكرانية في المدينة، فيما أشارت إلى أن مقاتلي مجموعة فاغنر موجودون في الوقت الحالي وسط مدينة بخموت الاستراتيجية. يأتي هذا فيما توقع مصدر عسكري أن تكثف القوات الروسية هجماتها باتجاه محور زابوروجيا. وصف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الوضع حول جمهورية ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، وصفه بالمقلق بالنسبة لروسيا. وقال بيسكوف إن اقتراب القوات الأوكرانية من المدينة يعد استفزازا خارجيا بالقرب من روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تراقب الوضع هناك عن كثب. على جانب آخر، أكد الكريملين أن روسيا لن تستأنف مشاركتها في معاهدة نيو ستارت حتى تستمع الولايات المتحدة لمخاوفها، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على جميع الاتصالات التي تساعد في تحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. وعلى صعيد العلاقات مع حلف الناتو، صرح بيسكوف أن الحلف أصبح عدوا لروسيا. رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الترتيبات التجارية في أيرلندا الشمالية بمرحلة ما بعد الخروج من التكتل. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن هذا الاتفاق من شأنه تحسين ازدهار الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة، معربا عن تقديره لإيجاد حل وسط بشأن القضية الشائكة والمتعلقة بأيرلندا الشمالية. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة، يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة لشرق الأوسط تور وينسلاند بعد طلب من دولة الإمارات. وذكرت البعثة الإماراتية في المنظمة الدولية أن طلب عقد الاجتماع بشكل عاجل يأتي في ظل استمرار التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية. وكان مجلس الأمن قد عقد الأسبوع الماضي جلسته الشهرية والتي أصدر خلالها بيانا رئاسيا بشأن الاستيطان، فيما عقد الشهر الماضي أكثر من جلسة إحداها كانت طارئة بسبب اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك. هذه نهاية الموجز، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.